مرحبا، من أكادير. أنا الدرية اللي كنت شكيت واللي كنت شكيت لكم على الهم ديالي، أنا جيت نشارك معكم الهم ديالي، ومن حقي أنني أنا مواطنة والناس ما خصهاش تحكم عليا، وهما ما عارفينش أشنا هي قصتي. أنا دابا جيت أنا باغا حقي من هاد السيد، باغا منه حقي يكون ما كنتش مضرورة، ما كنتش أنا غنشكي نهائيا. هاد السيد ماشي غير تأثرت منه، هذا راه اغتصبني وتكرفص عليا، ماشي أنا أول وحدة، ولكن أنا جيت نشكي باش كاع البنات ما يطيحوش في نفس الموقف اللي طحت فيه أنا. هذا راه عائلتهم، أيدين ومو وختو وكلشي. أنا جيت دابا تنشكي بهاد السيد وتنطالب بالحق ديالي، يشوفوا لي الحق ديالي. 3 شهور وأنا كنجري على الحق ديالي، ماشي الناس يخرج يخسر ليا وجهي، اش هاد الناس تتكلم على الحق ديالي ولا اش يشدوا ليا الحق ديالي. انا دابا جيت تنطالب بالحق ديالي من هاد السيد، راه تكرفص عليا واغتصبني واحتاجزني، وكنت دائما تناكل العصا وشم ليا بزز مني. ما كايناش دريه غتبغي تخسر حالتها وتوشم في مناطق يعني معروفه باش تبان شمكاره قدام المجتمع ولا شي حاجه، اللي كانت تضربني، وماشي غير انا اللي يعني تتحكموا عليا بحال هكا. هذا راه باه واشم اختو، اختو هو واشم اختو، اختو مشرطه، يعني هما عائله كاملين بحال هكا. فين تيسكن هذا؟ تيسكن في التقدم، هنا بلاصه شحال في بيزانطا، في الزنقه 43 رقم الدار 4، معروف بسفاح بيزانطا. فيضارب جدو مغرز، جدو كاع عنده 73 عام، ضاربو مغرز وضارب جداتو مسكينه ومخسر وجه خالته، واكثريه هو تيتعدى على الوليات. وانا حيتاش وليه، اي وليه في بلاصتي ما غتبغيش تعرض في نفس الموقف. انا مادام جيت نشكي الا هو مضروره، كون ما كنتش مضروره ما غاديش نشكي ونشوه راسي نهائيا. شي تيقول لا مشات معاه بخاطره، كاين شي وحده غتبغي تمشي مع شي واحد كون شتو غا وجهو وشتو الحاله ديالو غتقول له راه من حقك. هذا ما عرفتي يتعدى على الوليات، وانا ماشي اول وحده، وفايت اصلا فايت مكرفص على مرت الراجل ومخسر الله داكشي اللي في كرشها. يعني ماشي انا اول وحده، انا جيت نشكي لانني مضروره، يعني اختو خسرت لي داكشي اللي في كرشي. اي وحده ما غتقبلش تكرفس لي تكرفس انا. اي بنت، انا كندوي بصفه الوليات كاملين، اي بنت حطي راسك في بلاصتك، حطي في راسك تيقي في شي انسانه وتكون صديقتك 6 سنين، وتجي تقول لك لا راه غنمشيو عند خالتها ما نمشيو، وتجي تخرج لك دق على دار، تخرج لك مراه وتخرج لك البنت تعندك وتستقبلك، واش غتحسي بشي حاجه؟ ما غاديش تحسي. يعني انا هاد السيد ماشي هاكا، عنده تصاوري عريانين، وكنتو تتهدد تتبتزني بالتصاور، تتقول لي غنشد تصاورك، عندي تصاور عريانين، وهو كان تيصيفط تصاوري عريانه لخوتي وتيتساب مع خوتي. امو عيطت الوالده ديالي وقالت ليها لا راه بنتك حامله من ولدنا وبغينا نزوجوها لولدنا. وانا رغم ذلك كنقول لكم انني صبرت غير على داكشي اللي في كرشي. في الاول كان ابتزاز، في الاخر من يحمل صبرت على داكشي اللي في كرشي، ولكن داكشي اللي في كرشي هما كانوا ناويين ليا نيه خايبه. كانت تضربني اختو، كان ديما تضربني اختو، تتنتفي وعائلتو تيسبوني وتيعايروني. انا اي وليه ما غتبغيش تعرض لهادشي اللي تعرضت ليه انا. انا كون ما باغاش حقي ما غاديش نشوه راسي نهائيا. انا ما ماشي نطلب منكم تصدقوني، صدقوا او لا تصدقوا داكشي ماشي يهمنيش، انا اللي تيهمني هو الحق ديالي. من حقي 3 شهور وانا تنشكي، ما خليت محاكم، جريت ما خليت فين جريت، ولكن باقي حتى شي حاجه ما كاينه، باقي داكشي هو هو. سيد قرب كاع يخرج، انا كون كنت كنكذب ما غاديش نجي نطلع. عندي الدليل، عندي الشهاده الطبيه، ومستعده ماشي غير الشهاده الطبيه اللي عندي ديال الدوله، مستعده نمشي عند اي طبيب يعرضوني عليه ويقلبني ويشوفني الا كنت كنكذب. انا نمشي نحبس في بلاصه السيد، وانا نتعاقد معاه، ما عنديش مشكل، ولكن غير حقي يتخاد، ماشي اي بنت نبغيها توقع في نفس المشكل. هذا راه معروف عليه تيتعدى على الوليات، لانه ما تيمشيش يديرها مع راجل، وفايتين مخسطرين ليه وجهو على وديه تتعدى على وليه، تعدى على بنت عندها 17 عام كانت غتصبها مسكينه، كم دتها لقلبها، ولكن جاب الله اللي خاد لها حقها. انا دابا من نوعية الاعتداء اللي كان كيتعدى، كان تيغتصب ملي كان كينعس معايا بزز مني، ما كاينه شي وحده غتنعس معاه، يعني واش تيغتصبك بالعنف؟ بالعنف هو تيبقى غينعس، ماشي ينعس مره ومره جوج، خاصو يبقى ينعس، تيبقى مسهرني اللي كامل، هو تيتقرقب تيشرب، تيبقى يتقرقب يشرب، هو خاصو المخدرات يبقى يستعملها، لا ما استعملش المخدرات صافي تتبقى واحد العين عنده تتغمص، السيد تيتعصب، السيد خاصو يتعالج، لان هذا راه مريض نفسانيا، مع الوليات كاملين تيدير لهم بحال هكا. راه اي بنت تهرب لي، اي بنت تهرب لي، ملي جيت نسول اي بنت وجيت كنسول على هاد العائله لقيتها كيتحاماو كاملين، مره كاع شدو مسكينه مرا حامله خسروا لها داكشي اللي في كرشها في الحمام ضربوها، يعني لختو لشتوه كاع حالت اختو تتكمي تتنفح،
مشرطه كامله تجي تتجلس كتجيب صاحبه قدام خو هذا اخ يمكن يكتب في صدرها يوشم ليها في كتافها. انا كاع خوتي صغار مني غير صيفطي التصاور ما بقاوش بغاو يهضروا معايا. قال هذا عنده عادي خواتي. ماشي كيفاش جيتي للرباط انت؟ انا جيت عن طريق واحد الصديقه ديالي ساكنه حدايا في العيون وست سنين ديال الصحبه. ولكن علاش جيتي عليها؟ علاش جيتي معاها؟ هي قالت لي غنجيو يعني كان شهر 8 قالت لي ندوزو العطله. كاين واحد الموسم ديال الشراقه تيكون في شهر 8 وقالت لي غنمشيو ليه وغندوزو غير يومين قالت لي وغادي نرجعو. ومين جيت لهنا الرباط التقدم من بيزنطه للزنقه 43 فين تتسكنت السيده؟ فين تتسكن؟ هذه تتسكن في العيون. وعلاش جيتو التقدم نتوما؟ حنا جينا قالت لك كاينه خالتها قالت لي تماك غنجلسو وغنمشيو. قالت لك الموسم ديال الشراقه اللي تيكون في شهر 8 وقالت لي غادي نرجعو. خرجات لي من الدار متسيب عنقتني سلمت عليا وخرجات لي اختو. يعني اي واحد غتخرج ليه مراه وغتخرج ليه الدريه ما غاديش يشك في شي حاجه. حتى ندخل حتى تيتم جاي هو في العشيه تنصادم. ومني جات صاحبتي تطالب زعما كي قالت لي صافي عطيني الدريه صافي قالت لي عطيني صافي وبدات تتناقش هو وياه دا لها التليفون وكانت قتله ديال العصا وقال لها عندي فيديوهاتك انت وصاحبي ناعسين حيت صاحبو حتى هو كان كيصور فيها. هادشي يعني شحال في عمرك دابا؟ انا عمري دابا طلعت في 24 وديك الساعه فاش وقع لي المشكل كانت عندي 23 عام. انا دابا جيت كنطالب في الحق ديالي وانا دابا من مدينه الرباط وتنطالب تنوجه نداء راي وليا. انا ما تيهمنيش الراي ديالكم صدقوا ولا ما تصدقوش. انا كنت ماشي مضروره ما غاديش نجي انا نشكي هاد الهم ديالي وما غنقولش انني راني هوقع ليا وهوقع ليا. انا محتاجاكم توقفوا جنبي. انا ما محتاجه لا فلوس لا حتى شي حاجه. انا محتاجه حقي تتاخذ. يعني كون شفتوا هاد السيد وشفتوا راه كامل مخسر وجهه كامل واشم لحمه كامل ما كايناش شي بلاصه ما واشبهاش في لحمه. ما كنتوش غتحكموا عليا وتقولوا هاد الهضره. اي واحد بحال واحد تيقول لا علاش انتيا ما جيتي الرباط ولا ما درتي انت جرب راسك ولا انت جربي راسك. تكون عندك شي صديقه يعني تتعرفيها وشاربه من عقلها عندها 36 عام وجارتكم وتجي تقول لك لا راه غنمشيو عند خالتي وقالتها قدام الوالده ديالي وقالت كلشي قالت غنمشيو عند خالتها. ما غاديش تشكي في شي حاجه لان ما عمرها ما درت معايا شي حاجه خايبه. هذه كانت اول مره غادي يوقع ليا فيها بحال هكا وانا كنطالب من حقي انني نطالب بحقي وشوفوا لي اجراء في الحق ديالي. وانا السيد عنده سوابق خايبه بزاف يعني اكثريه تيتعدى على الوليات. دابا السيد دابا هذا منين احتاجك هو خمس شهور وشم ليك واحتاجك في البيت ما كيخليكش تخرجي كاع؟ ما كنخرجش نهائيا. ولوعيت الاغتصاب اللي تعرضتي ليه؟ كان تيتعنف معايا تيغتصبني تيضربني تيتعنف. منين كيغتصب؟ تيغتصب مني من جميع النواحي يعني تيتعنف معايا السيد يعني بحال نقول معقد هذا من الوليات ولا ما عرفت. وكانت اختو. شنو كطلبي دابا؟ دابا تنطالب في حقي. بغيت حقي انا بغيت السيد بغيتو تسجن باقصى العقوبات وبغيت يشوفوا لي حقي. وانا مستعده الا ما كنتوش مصدقيني ولا مصدقين الشهاده الطبيه نمشي عند اي طبيب. ما عنديش شوف الوشم اللي عندك وريني الوشم اللي عندك. هو الوشم اللي عندي ما كايناش شي وحده غادا تتوشم. هاد الوشم هو باش نزيدكم هو مولوع بالوشم معروف عليه انه ملي تيسكر تيتقرقب خاصو. شوف الوشم الاخر انا هو راه واشم لحمو كامل واشم حالته كامله يعني راه ما مخليش اي بلاصه. قوة شي بالعنف واشم بالقوه. اه بعنف كان تيوشم ليا. كاينه شي وحده غتبغي تخسر حالتها بحال هكا اللي تيقول واشم لك في دارك في كل جميع في داري في كاع النواحي. يعني انا ما كايناش شي وحده غتبغي توشم وتخسر حالتها بحال هكا وبالاخص دريه. كون قلتي دري ماشي مشكل راه غادي يبغي الوشم ولكن دريه. انا دابا جيت كنطالب بحقي. السيد راه تيستعمل كاع جميع انواع الهلواس تيجي دابا الميكات. السيد السيد تيبغي صافي يكون ما يبقاش عاقل على اي حاجه. السيد معقد في حياته ومني سولت من نهار تخسر في وجهه يعني ما تيهموش تيضر وبالاخص الوليات. هو تينتقم من الوليات ماشي انا اول وليه غيوقع ليا بحال هكا. صح وشكرا.